السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في برنامجكم أحلامنا الجميلة، فعالم الرؤى وعالم الأحلام من الأشياء المبشرة للعبد. الله جل وعلا يوحي الرؤيا للعبد أو يرسل الرؤيا للعبد من أجل أن تبشره بأمر من الأمور أو تحذره من أمر من الأمور. وتكلمنا آنفا أي سابقا عن سلسلة في علم الرؤى والأحلام، سلسلة الأنبياء من أول آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ثم تكلمنا في علم الرؤى والأحلام عن المبشرون بالجنة، وتكلمنا عن بعض النساء الطاهرات العفيفات الشريفات الذاكرات القانتات لله رب العالمين مثل السيدة مريم والسيدة آسيا رضي الله عنهم وأرضاهم. أما ما زلنا نتكلم عن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام في علم الرؤى والأحلام، وتكلمنا في الحلقة قبل الماضية عن السيدة عائشة، وفي الحلقة الماضية تكلمنا عن السيدة خديجة رضي الله عنهما وأرضاهما في علم الرؤى والأحلام. أما اليوم نتكلم عن السيدة سودة، وهي زوج النبي عليه الصلاة والسلام في علم الرؤى والأحلام، الذي يرى السيدة سودة بنت زعمة رضي الله عنها وأرضاها في الرؤيا يدلل على حدوث أمر من الأمور في حياة من رأى المنام، وهذا الأمر سيكون أمرا جميلا عظيما لن يتوقعه ولن يتخيله أحد أبدا، وسيكون مخالفا للعقل ومخالف للعرف ومخالف لأشياء كثيرة جدا متعددة وفيه الخير. الذي يرى السيدة سودة بنت زعمة في المنام يدلل على حلول البركة والسعادة والأمن والأمان والاستقرار في حياة من يراها في المنام. السيدة سودة رضي الله عنها وارضاها الذي يراها في المنام يدلل على خبر جميل وخبر سعيد جدا. السيدة سودة لها قصة جميلة عظيمة في علم الرؤى والأحلام، وهذه القصة تحير العقول وتزهر الجميع ويتعجب لمن يسمع هذه القصة عن هذه المرأة وهي زوج النبي عليه الصلاة والسلام. السيدة سودة ترى في منامها رؤيا وهي متزوجة،
ماذا ترى؟ ترى في منامها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اكرمنا جميعا برؤية الحبيب. ترى في منامها رسول الله أن النبي عليه الصلاة والسلام يطأها من عنقها، تستيقظ من النوم وهي سعيدة جدا لأنها رأت في المنام رسول الله، رأت في المنام حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هي ما عرفتش تفسير الرؤيا، فقصت الرؤيا على زوجها. تعجب الزوج من هذه الرؤيا. معنا أول اتصال، معنا مين؟ أمة الله، فضلي يا أمة الله. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أمة الله. لو سمحت يا شيخ، عندي رؤية نتيجة استخارة، الله يبارك لك يا رب. اتفضلي. استخارة على إيه يا أمة الله؟ استخارت ربنا على إني يعني أعجل بالحمل في الوقت الحاضر يعني، ولا أخره يعني. تفضلي. فحضرتك شفت كأني في زي ما يكون في فرح بس بدون موسيقى يعني، مفيش موسيقى ولا طبل ولا حاجة، ومعايا واحدة اسمها سميرة. فبعد كده بنتي زي ما يكون وسخت هدومها ولا حاجة، عايزة اروح اغير هدوم بنتي، فرحت قلت هروح اغير هدوم بنتي يعني. فانا وماشي في الطريق فقلت تقريبا زي نسيت المفتاح، فقلت البنت صغيرة حوالي 10 سنين، قلت لها هاتيلي المفتاح يعني. فراحت جابتهولي، وكان في ناس في الجنب اللي انا فيه يعني وكده نازلين زي من توك توك او حاجه زي كده، وفي كلاب خايفين منها يعني. فالبنت اللي جايبه لي المفتاح دي برضو خايفه متعدي يعني ناحيتي عشان خاطر الكلاب دي، فراحت حدفت لي المفتاح، رمتهولي كده، رمتهولي في ارض، الارض دي زي ما يكون فيها زرع، بس الزرع يعني زي ما يكون كده برسيم بس محشوش يعني، فيها زرع صغير يعني. تمام. انا بصيت على مكان المفتاح اللي رمته فيه، فرحت خدت المفتاح يعني، رحت اتقدمت عليه وجبته. فرحت حضرتك عشان افتح بيت يعني، تقريبا زي نظام زي شجره يعني، مش بيت زي شجره. ففتحت يعني شجره زي كده، قلت لا دي هي مش بيتي يعني، رحت قفلتها تاني، فرحت فتحت الشجره اللي جنبيها على اساس انها بيتي يعني. فرحت لقيت الشجره دي فيها فرعين كد بعض ويعني مش كبار يعني، متوسط، وفرع صغير خالص جنب فرع منهم يعني. تمام. وبعد كده حضرتك رحت جيت اقعد على فرع من الفرعين اللي زي بعض دول، اقعد عليه يعني، فراح حسيته زي اللي هيتكسر كده ضعيف، رحت قمت وقلت لا دي الشجره دي عايز تتربط بالحبل يعني عشان خاطر تبقى كويسه يعني. تمام. فحضرتك بس ما شفتش نفسي ان انا ربطتها بالحبل يعني، قلت خايف اربطها يعني، يقولوا هي ربطتها وكده ما يرضوش يعني، فقلت يعني ابوي بيربطها، ابوي متوفى الله يرحمه. تمام. فبعد كده حضرتك رحت مشيت من المكان ده، انا وماشيه فلقيت في الشنطه بتاعتي يعني مش مفتاح واحد، معايا 3 مفاتيح في شنطه الخروج بتاعتي، 3 مفاتيح وفي مفتاح فيهم في سلسله. فحضرتك انا وماشيه بعد كده رحت ركبت عربيه، العربيه دي اللي انا ركبها المكان محافظه جنا، انا مش من محافظه جنا اصلا، بس زي ما يكون في محافظه جنا وراكب عربيه مواصلات، فالسواق زي عدى المكان اللي انا عايزه انزل منه زي ما يكون وصل المحطه، قلت له انت وصلت المحطه، انا مش عايزه انزل هنا، انا فت المكان. ففضل حضرتك يرجع بالعربيه، يرجع للعربيه اللي ورا يعني على اساس ان انا فت المكان. فقلت له خلاص يعني زي ما يكون الركاب متضايقين، قلت له خلاص خلاص لحد هنا، ورحت انا نزلت وقلت هكمل يعني في الشارع لوحدي المكان اللي انا عايزه اروح فيه لارجع فيه للفرح ده اللي بدون موسيقى. فحضرتك زي ما يكون دخلت كده في الشارع، لقيت فيه من الشارع لقيته محل، قلت يعني انا لو لقيت فيه حاجه عجبتني، انا معايا فلوس الحمد لله، لو لقيت حاجه عجبتني ممكن اشتريها. المحل ده فيه شنط خروج ستات، ففضلت ابص فيهم كده فما خدتش حاجه انا يعني. بعد كده شفت بنت هي وامها، البنت دي تقريبا 5 سنين او هي الرؤيه وضحت يا امة الله يعني، هي الرؤية والتفاصيل بتاعتها وضحت، وحفسرك ان شاء الله. شكرا بارك الله. تأمرين امر. اولا موضوع البنت في المنام دي نوع من انواع البشرة، ان ربنا سيبشرك بالخير، وافضل شيء واعظم شيء ان مفيش موسيقى او مفيش له في موضوع الرؤية،
فيدل على إتمام الأمور. موضوع الشيء ربنا ذكرها في القرآن الكريم بأن أصلها ثابت، فيدل إن ربنا حيثبتك على الحق وسيجعلك من أهل الحق ومن أهل العرفان. وجميع العناصر وجميع الرسائل يا أمة الله في المنام تبين إنك أنت تقدمي على أمر الحمل، تتوكل على الله واقدمي على أمر الحمل، وإن ربنا سبحانه وتعالى سيجعل لك في هذا الأمر فيه الخير. دي مضمون الرؤية، والله أعلم. فالسيدة سودة رضي الله عنها وارضاها تحكي للزوج على رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام، فقال الزوج قال كلاما عجيبا، قال إن صدقت وإن صدقت رؤياك لأموتن أنا حموت، وسوف تتزوجين رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا حموت وإنت حتكوني زوجة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك بعض الناس يقول أن هذا الكلام علم غيب، لم يكن هذا الكلام أمر غيب ولكن هو موجود في الرؤية، فإذا كان الأمر موجود في الرؤية لم يكن أمر غيب، لأن أمر الغيب لا يعلمه إلا الله. معنا أم محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أم محمد. ابني حلم ان هو خطب واحدة، هو خطب واحدة حقيقي، فحلم ان هي جابت له صورتين كده. تمام. فتح صورة لقاها فيها ورد وتحولت لبنت. تمام. بس البنت يعني هو ما فرحش يعني ان هي بنت، فتح الصورة التانية لقاها وردة برضو تحولت ولد. تمام. فقال ياما هانم اللي هي خطيبته جابت له توأم. تمام. ولد وبنت. بس كده يا ام محمد؟ بس كده. هفسرك ان شاء الله. اولا موضوع البنت وموضوع الولد وما ذكر في المنام يا ام محمد، الرؤية تبين ان لو تم الزواج بينهما، واسأل الله جل وعلا ان ربنا يتم الامور بينهما على خير، ان حيكون بينهم راحة وسعادة وقبول وميول واستلطاف، حيكون بينهم سعادة ان شاء الله. دي مضمون الرؤية، والله اعلم. فهذا الأمر لم يكن علم غيب، لأن علم الغيب لا يعلمه إلا الله، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام تكلم في القرآن إن النبي لا يعلم علم الغيب، ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم علم الغيب لكان النبي عليه الصلاة والسلام استكثر من أمور الخير، وما مس النبي عليه الصلاة والسلام من البلاء ومن المكر وما شابه ذلك. فكان الأولى إذا كان لا يعلم الغيب رسول الله، لا يعلم الغيب سيدنا يوسف عليه السلام، فسيدنا يوسف عليه السلام عندما قص الرؤيا عليه الرؤيا وفسر سيدنا يوسف وتحققت الرؤيا لجليس الملك والخباز وما شابه ذلك تحققت الرؤية. فإذا جاء هذا الأمر في علم الرؤى والأحلام لم يكن علم غيب. من معنا؟ معنا الأستاذة إيمان. أيوه. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أستاذة إيمان. ازي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟ تفضلي. الحمد لله. أنا تمام. ليا عند حضرتك تفسير رؤيتين، ليا رؤيتين وعايزة حضرتك تفسرهم. اتفضل ارفع الصوت الأول، وهناخد منك رؤية واحدة يا أستاذة إيمان إن شاء الله. إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. صلى الله عليه وسلم. أنا شفت خير اللهم اجعله خير، إن أنا ماشية في مكان عمالة ألف فيه وأطلع لمكان عالي، ومعايا صديقة انا عارفاها في الرؤية بس شكلها مش باين، بس انا ما اعرفهاش في الحقيقة، كل ما اجي اشوف وشها ما يبانش، وهي اللي ماشية مرافقاني في صداقتي يعني ماشية معايا في الطريق. فلقيت وانا ماشية لقيت رحت على محل ترزي، والمحل ده قديم جدا،
وبعدين بقول للتنزي هو انا عايزه البس يعني اجي البس حاجه جديده، فلقيته طلع لي بدله، وبعدين بقول له البدله دي انا قستها يعني ايه، ما هي دي البدله دي شفتها قبل كده، قام قال لي بس ادخلي قسيها. فجيت ادخل اقيسها، المحل يعني قديم جدا، فلقيت الجاكيت مظبوط والبنطلون واسع جدا، فبقول له ان البنطلون واسع واسع قوي، قال لي هو مدل كده وهتزيد احترام بها يعني. تمام. فبقول له خلاص الجاكيت مش محتاج انك توضبه. فلقيت واحد قاعد جوه كانوا ساكنين معايا في العماره القديمه، وبيقول لي انا زعلان منك قوي، اسمه ابو شيماء، والراجل ده في الحياه عنده 5 بنات ما عندوش اولاد، وجاي معاه ابنه. وبقول له ليه؟ قال لي انا اساسا انا زوجي متوفي، وكان جاي لعريس فعلا في الوقت ده، وعمال يعني الموضوع ما بيكملش ويروح ويجي وكده. فالراجل جاي في الرؤيه بيقول لي انا زعلان، انت ليه علاقتك بفلان ده هو اسمه محمد، انا زعلان. قمت انا قلت له هو قاعد في العربيه هناك اهو، روح اساله. تمام. ومشيت مع صديقتي ديت، فبقول لها صف اسناني من فوق تعبان، وعماله مد ايدي فيه، فطلعت من عند الناب اللي فوق اللي في الشمال القشره اللي هي بتلمع دي، فبقول لها القشره ديت يعني صف اسناني كله واجعني، فالقشره دي مسكتها في ايدي، قلت لها ده بيقولوا ان دكتور السنان ممكن يلزقها، احتمال بقى يلزقها، فانا فضلت ماشيه وماسكاها في ايدي. تمام. فانا اسمع حضرتك من التلفزيون ولا من التليفون؟ اسمعيني من التلفزيون ان شاء الله يا استاذه ايمان. جزاكم الله خير. تأمرين امر يا فندم. اولا موضوع البدله وما شابه ذلك وما قيل يدلي ان ربنا حيرتب لك الامور في الايام القادمه، وان ربنا حيسترك ولن يفضحك ولن يخزلك ستر لك في الدنيا. اسال الله جل وعلا ان ربنا يسترك في الدنيا والاخره. كذلك اختي الفاضله، الرؤيا تبين ربنا سيمن عليك بالارتباط والزواج ان لم تكن مرتبطه حتى الان. ربنا حيمن عليك بالارتباط والزواج والستره، وان الحياه بتاعتك هتكون حياه مستوره في الاسره بتاعتك. اسال الله جل وعلا لك التيسير والله اعلم. كذلك السيده سوده لزوج النبي عليه الصلاه والسلام جاءت بعد فتره قليله بعدما ان رات في منامها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقصت على الزوج رؤيا أخرى. قالت رأيت في المنام رؤيا. ماذا رأيت؟ تقول كنت نائمة، كنت متكئة في المنام، فرأيت قمرا جميلا ينزل علي من السماء. تعجب الزوج من قول السيدة سودة، فقال إن صدقت رؤياك وأبيك، وإن صدقت رؤياك لأموتن أنا ولتتزوجي قريبا، يعني أنا هموت قريب وأنت مش هتقعد فترة بعيدة وهيتم لك الزواج. وبالفعل تحققت الرؤية، مات الزوج ما إلى يعني فترة وجيزة جدا، وبعد العدة تزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتجوزت النبي بناء عن رؤية رأتها في المنام، وفسرها لها الزوج بأنه سيموت وبأنها سوف تتزوج من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن شاء الله معنا فاصل ونواصل إن شاء الله بعد الفاصل.